ولنقاش ملف الذكرى المئوية لثورة 20 والرسالة التي أطلقتها هيئة علماء المسلمين في العراق بهذه المناسبة، ينضم إلينا عبر الهاتف مساعد الأمين العام في هيئة علماء المسلمين للشؤون العامة الدكتور يحيى الطائي. أهلا بكم دكتور. حياكم الله. أهلا وسهلا. في الذكرى المئوية لاندلاع ثورة 20، ماذا تمثل هذه الثورة في وجدان الشعب العراقي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بلا شك ثورة 20 رسمت صورة ناصعة للهوية الوطنية العراقية وتلاحم أبناء الشعب العراقي، والكل كانت بوصلته متجهة ضد الاحتلال البريطاني ومنع تقسيم العراق ومنع تشتيت الهوية الوطنية العراقية. فبالتالي تعتبر ثورة 20 جذرا تاريخيا مهما ومنارة للأجيال القادمة، وهذا ما استلهمته الشباب التي خرجت في ثورة تشرين. جعلت ثورة 20 نبراسا لها وجعلت صورتها أمام أعينهم بأن الهدف الأسمى والأكبر هو الوطن، وكل التضحيات تهون من أجل الوطن ومن أجل بنائه. كما أن ثورة 20 كانت ثورة الشعب بكل أطيافه ومكوناته، كذلك الآن ثورة تشرين للشباب هي ثورة كل العراقيين من أجل الثورة على الظلم والاحتلال ومشاريع الاحتلال، والمحافظة على العراق أرضا وسماء. وأصبحت هذه الثورة الآن كأنها امتداد لذلك الشريان الذي بدأ ينبض مع أحرار ثورة 20 رحمهم الله تعالى. دكتور، ورد في بيان الهيئة بأن أثر ثورة 20 انعكس على المنطقة ككل، كيف ذلك؟ بالتأكيد، يعني الآن إذا ننظر إلى المنطقة، ثورة 20 كانت هي الشعلة الأساسية التي دفعت كل المنطقة إلى أن تثور على الاحتلالات الموجودة. فثورة 20 الكل يعلم ليس امتدادها على فقط أرض العراق، وإنما امتدت إلى باقي المناطق. كان هناك يعني تجربة، الكل رأى هذه التجربة كيف أنها صمدت أمام أكبر احتلال، أمام إمبراطورية كانت تصنف التي لا تغيب عنها الشمس. فهذه أعطت عمقا تاريخيا وأعطت درسا للشعوب الأخرى. من يريد أن يحافظ على بلده يجب أن يسعى إلى هوية وطنية جامعة، لأن الاحتلال ليس جمعية خيرية توزع يعني الهبات على هذه المجتمعات. كيف تفسر محاولات الأحزاب الطائفية والميليشيات لخطف الثورة في العراق لذكرى واحدة أو لذكرى تعتبر من أعظم ثورات في تاريخ الأمة العراقية؟ حقيقة أنا شخصيا لا أستبعد ذلك، فالذي سرق أموال العراق وسرق جهود شباب العراق وسرق حاضر العراق أن يسرق ماضيه ويزيفه، فهم يزيفون الحقائق في كل شيء. هذه أولا. ثانيا، مع شديد الأسف ثورة 20 رسمت الهوية الوطنية، وهؤلاء أرادوا أن يرسموا هوية طائفية لتلك الثورة ولغيرها، ولن ينجحوا في ذلك، لأن الشمس يعني لا يغطيها غربال كما يقول المثل. الثورة كانت ناصعة بأهدافها، ناصعة برجالها، وهؤلاء الآن الذين يتكلمون لا يحق لهم أن يتكلمون عن ثورة 20. الذي يدعي بأنه أحفاد ثورة 20 يجب أن يحافظ على الثوابت الوطنية، أن يقف ضد الاحتلال، أن يقف ضد مشاريع الاحتلال، أن يقف ضد تقسيم العراق، أن يصون هذا البلد، يصون دماء أبنائه ويصون أمواله ويصون أعراض الناس، ويحافظ على كل المكتسبات التي تحققت، لا أن يأتون إلى تمزيق هذا المجتمع وينخرونه بالفساد وبالرشوة وبالكثير من الأمور. هؤلاء كما زيفوا الحاضر ودمروا الحاضر، يريدون كذلك تزييف الماضي، ولكن هيهات، لأن ثورة 20 حاضرة في وجدان وفي عقل
كل العراقيين الأصلاء الذين يرفضون الاحتلال ويرفضون مشاريع الاحتلال، لأنهم يعلمون بأن العراق أكبر من كل شيء. دكتور، باعتباركم أشرتم لملامح مبادئ ثورة العشرين، إلى أي مدى ترتبط هذه الثورة بمبادئها بثورة تشرين اليوم؟ بالتأكيد، يعني أنا أعتقد أن شباب ثورة تشرين استلهموا من الملحمة الكبيرة ثورة العشرين دروسا كثيرة، ولذلك هم يرفضون الطائفية، يرفضون التقسيم، الكل يقف يدا واحدة، الكل يخرجون، يعني مطالبهم واضحة، نريد عراقا حرا غير خاضع لأي احتلال مهما كان اسمه ومهما كانت صفته. كلهم يدعون إلى وحدة وطنية ولحمة وطنية، ولا يقبلون أن يفرق بينهم أحد. فهؤلاء الشباب، هؤلاء ثوار تشرين، هم امتدادا حقيقيا وطبيعيا، وأجزم وأقول بأنهم إن شاء الله سيكونون خير خلف لخير سلف. في ذكرى ثورة العشرين التي تتزامن اليوم مع هذه الثورة الشعبية ضد أحزاب المحاصصة الطائفية، كيف يبدو مستقبل العراق؟ المستقبل إن شاء الله لهذا الجيل، المستقبل لمن يرفعون راية الحق، إن كان للباطل جولة فإن جولة الحق إلى قيام الساعة. لا يمكن لأي وضع غير طبيعي أن يستمر. هذا يعني ما موجود الآن من عملية سياسية برغم هذه الفترة منذ الاحتلال إلى الآن، لكن لا يمكن أن يدوم هكذا حال مضطرب غير طبيعي، لا وجودا ولا تكوينا. فما بني على أساس غير صحيح لا يمكن أن يستمر هذا البنيان طال الزمن أو القصر. والنصر إن شاء الله لشباب ثورة تشرين بإذن الله تعالى، لأنهم من سيقود هذه المبادئ ويترجمها إلى عمل على الأرض. شكرا جزيلا لكم مساعد الأمين العام في هيئة علماء المسلمين للشؤون العامة دكتور يحيى الطائي، كنت معنا عبر الهاتف.